ثم أن هؤلاء من الذي أتى بهم؟ الأعداء هم الذين أتوا بهم وجعلوهم في خاصرة الأمة الإسلامية وفي خاصرة المسلمين. وإلا لما نادت تلك المرأة قالت ومعتصما، هب المعتصم مباشرة إلى نجدتها فنصرها. وتلك المرأة فاطمة بنت خلفان الجهضمية التي كتبت قصيدة للإمام المؤيد الصوت بن مالك رضي الله عنه ورحمه، وهي تستثيره وتطلب منه أن ينصر أهل سقطرى. مباشرة الإمام الصوت جهز جيوشه وأخرج الغزاة من أرض سقطرى فعادت إلى المسلمين. اليوم كم نحن من الآهات التي نسمعها، وكم من النداءات التي يرددها هؤلاء المقاومين، وكم من بكاء الثكالى وبكاء النساء، لكن مع ذلك الأمة لا تحرك ساكنا أبدا. ما الذي يخيفها مع أن أهل غزة أثبتوا أن هؤلاء الصهاينة ما هم إلا ورق، بل ما هو أضعف من الورق. يتكلمون عن القبة الحديدية، ماذا صنعت لهم؟ يتكلمون عن الجيش الذي لا يقهر، ما الذي كان منهم؟ يعني يخرجون يبكون ولا يريدون أن يدخلوا أرض المعركة من أجل أن لا يقتلوا. ومع ذلك نجد الأمة جاثية على ركبتيها خائفة من هؤلاء الصهاينة. فهذا يدل على الخور الذي نعيشه والجبن والخوف، وعلى تمسك أمثال هؤلاء بالدنيا. فاليقين في مثل هذه الأمور أمر مطلوب. الشريعة والنبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على هذا، أن يكون يقينهم بأن النصر إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى.